شبابية من جازو على طول محاولة حسن برافو 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 حسن فعلت يا معاذ حسن معاذ حسن فعلت هدف التعادل 2-2 اتهيجت الجماهير الآن مطلوب هدف خلال 5 دقائق يذهب بفريق العربي إلى النصف النهائي يعرف 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 وقلتها من بدري حسن معاذ صاحب قدم يمنى قوية صاروخية الكرة اللي تمر من حارس المرمى تاكا نوري لترى النور في شباكه وترى الجماهير الشبابية النور بالنتيجة 2-2 مطلوب هدف الآن للليث السعودي مطلوب هدف الآن للشباب مطلوب أن يهدى وأن يسرع اللعب وأن يغزو مرمى الياباني